أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في فار رمضان. توا ما 3:18 وكما قلنا لكم أول حصة أن باش نطمنوا على صحة الفنان الشعبي عبد اللطيف الغزي، ذاك علاش معانا بنته أحلام. أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم. عسلامة، مرحبا بك. عايشك، مرحبا بيك، شكرا على قبولك الدعوة. حابين نطمنوا على بوك الفنان المحبوب شعبي عبد اللطيف الغزي، بعد ما شفنا ستاتيو أول حاجة هبطوا عبد الرزاق شابي، ومن بعدها شفنا برشا تفاعلات وبرشا ناس تسأل على حالته الصحية. أو الصحية أول حاجة نحبوا نطمنوا على صحته اليوم، كيفاش صباح؟ بخير الحمد لله، احنا نقولوا الحمد لله وإن شاء الله لاباس إن شاء الله. دونك هو توا موجود في المستشفى؟ أيه، مازال توا هو من نهار 22 مارس في مستشفى من الجزار بالقروين في قسم القلب والشرايين. نستناو كما شفت معناه في التدوينة، نستناو وقتاش نحولوه المستشفى العسكري. وشنو المشكل؟ علاش ما مشيش المستشفى العسكري؟ أعطونا معناها الرانديفو بتاعه نهار 17 أفريل بإذن الله، لكن احنا ماذا بينا في التسريع في الإجراءات، معناها نحب العملية تصير في أقرب وقت. حالته معناها قاعدة معناها راجعة بالتوين، نقولوا واحنا في تدهور للأسف. دونك توما تحبوا بعد ما صارت، بعد ما هبط الستاتيو فما تدخلات وغيره، ما كلمكمش مسؤول؟ ما فماش تفاعلات من مسؤولين ولا شكون حاول انه يتدخل باش يقدم الدات؟ لا لا، فماش جهه رسميه، الناس تطلب تطمن عليه، تسال على حالته كذا هكا، اما معناها باش جهه رسميه لا دات هكا باش يقولوا لنا لا تمشوفوا له دات اقرب، والا لا ما فماش من جهه رسميه. لا هي قلت لك ما فماش. اتصلتوا بوزاره الشؤون الثقافيه؟ وزاره الشؤون الثقافيه هي اللي بعثت له الدوسي، معناها هي اللي بعثت المراسله للمستشفى العسكري باش بعثت له الدوسي بتاعه، واما معناها رد من جهه رسميه قلت لك معناها باش نقربوا الدات الى حد الان. اي فوالا، انا مثلا من البارح حبيت مثلا نشوف معناه مسؤول في وزاره الثقافه تكلمني، والا قلنا هاو فما دات على قريب، انا مش نحاول نزيد نقرب وحتى جمعه مينيموم، شيء ما فماش. لا مثلا مستي هو نوعا ما ماخذ بخاطر، ماخذ بخاطره. اي هو خدم برشا وزاره الشؤون الثقافيه، خدم في الليجان، في لجنه اسناد المنح الظرفيه والقاره والاستثنائيه، خدم اداره الموسيقى والرقص، اسناد بطاقات الاحتراف الفني، معناها عنده سنين ولحد هذا الوقت، فهمت؟ اداره الموسيقى والرقص، معناها في برشا تمنيت معناها على قد ما هو كان يخدم وكان يمشي ويتنقل مثلا للعاصمه، واحنا معناها تعرف احنا في ولايه داخليه في القروين، معناها بعاد يتنقل ويمشي ويخدم في الكورونا، معناها ديما معاهم وعمره ما خذا مقابل، بالعكس كان معناها يتنازل في المقابل بتاعه لفائدة الفنانين مثلا اللي تتوفى، مثلا يعطي لعائلتهم، معناها يمشي يعطي، معناها مش حتى ياخذ يعاون كان مثلا يعمل وثيقة يتنازل فيها الفنان معين مثلا ما عندوش. تمنيت معناها يكون فما رد للجميل هذاك من عند وزاره الثقافه، تكون معناها يزربوا لنا احنا، ماناش ما حشناش بفلوس، ما حشناش هذا، ما ماناش طالبين ابسط شيء، معناها موعد ما يجيش، معناها حتى مواطن عادي معناها ما يجيش تخلي لين الحاله تزيد تتعكر اكثر. هذا احنا عندنا برشا، معناها برشا عباد تعاني في المستشفيات، في معناها ويا ريت مثلا احنا في مستشفى من الجزار كانت مثلا تنجم تصير العمليه لهنا راهو عملها لهنا، فهمت؟ لكن الامكانيات الطبيه ناقصه برشا، مش متوفره، ما تصيرش، ما ينجموش يعملوها لهنا. واضح به. دونك فما قلت لي تفاعل من عند زملاء الفنانين، كلموكم برشا في المقابله؟ اي برشا يطلبوا يسالوا برشا،
يكلمونا هو هكا هو يتكلم ونجم يهز على التليفون، لكن بحكم ليزاباريل مركبينهم بحذيه وكل شيء، حتى معناه حتى الريزو ما ينجمش يتواصل معاه بالباهي. فما عاد يتكلموا هو هكا شويه، فما اللي يكلمونا نحن عاد كل حق تسال عليهم تحير عليه. اي اتصلت به هنا اليوم الصباح من الاول ما تحصلتش عليه، بعد تحصلت عليه وما ينجمش، قال لي ما نجمش نحكي بالكدا وغيره، فخذيناك انت معانا خاطرك مواكبه معاه بالكدا وديما مع ابوك وتعرف الحيثيات الكل. نختم معك احلام بنيداء، انت اختار لشكون توجهوا بالضبط وطلباتكم معناها باختصار. احنا طلباتنا عمرها ما كانت ماديه، احنا نحبوا التسريع في الاجراءات، نحبوا الموعد يقرب. ما نعرفش انا شكون ينجم يعاون بالطريقه، معناها ما نعرفش من وزاره الشؤون الثقافيه، من وزاره الدفاع، الصحه، ما نعرفش خاطر المشرف العسكري معناها تحت معناها تحت مسؤوليه وزاره الدفاع، شكون اللي ينجم يعاوننا؟ ما نعرفش. المهم ثلاثه من المفروض اي المهم يعاونونا باش نقربوا الوقت. احنا ماذا بينا راهو عمل العمليه من اول ما مشى، وراهو عايد بحذينا، وراهو معناها توا في الدار، خاطر هو راهو من نهار 22 وهو مقيم في المستشفى. ان شاء الله ان شاء الله صوتنا يوصل ويقربونا في البواد وتصير العمليه في اقرب وقت، ويروح لنا لباس ويفرحنا ويفرح تونس الكل كما ديما فرح. ان شاء الله ان شاء الله عيدكم مبروك، ويكون في العيد معايد معاكم وهو في صحه وعافيه. ان شاء الله واحنا نزيدوا نتصلوا بك احلام ونطمنوا على صحته. شكرا ليك، يعطيك الصحه، تحيه ليك ولكل مستمعين راديو مي. يعيشك، شكرا ليك، شكرا ليك احلام ابنة الفنان عبد اللطيف الغوزي، كانت معنا عبر الهاتف. دقيقه شيء اسف معناها فنان شو قداش يقدم وشنو يعطي من روحه للبلاد للفن، في الاخر موعد باش يقدموه معناها، والا ماديا قالت لي معناها حتى كيف حكيت معها في الاوف ما ظروفهم ماديه ما همش محتاجين ما شاء الله، فقط يعني موعد موعدك معناها حاروا فيه غريبه، وما فما حتى تفاعل من المسؤولين معناتها، على الأقل ما فماش الموعد ما نجمتوش تتصرفوا فيه، وربما يلزم تاخذ وقت أكثر، على الأقل تليفون ما يسالش معناتها، تهزوا التليفون تطمنوا على فنان ما فيها باسرة. يلا نخرجوا مع الموزيك.